بتقول الأفلاك لمواليد العقرب بالأسبوع الثالث من شهر آب أوغست من عام 2021. عزيزي العقرب، يمكن هاليومين 16 و17 يعني الاثنين والثلاثة بتقطف خلالهم ثمار جهود سابقة وبتحقق الأرباح وبيطرق أمر لمصلحتك على صعيد الاستثمار أو التجارة. تذكر أمتين 16 و17 يعني اثنين والثلاثة. استفيد على كل حال كمان من الفترة يلي بتوقع بين يوم الاثنين 16 ويوم الخميس 19. ما تضيع وقتك بالمهاترات أو المواجهات، تعامل بلباقة ودبلوماسية لأنه الأقدار رح تحالفك. بس تجنب إعطاء الرأي أو القيام بخطوات عملية بين يوم الجمعة، يوم الجمعة 20 ويوم السبت 21. ليه؟ لأنه يمكن يكون مزاجك متراجع بسبب المشهد الفلكي وخاصة القمر. حاول إنك تشتغل من ضمن مجموعة أو فريق بعد هالشي، يعني ما تحاول تاخد قرار وقرار سريع بآخر الأسبوع، وما تتفرد أو تعلن عن شي بدون ما تستشير وتنال الموافقة.